هذه المزرعة تعرضت للقصف. من هنا مرت الميليشيات الحوثية بعد أن جثمت على صدور المواطنين لسبع سنوات ذاقوا خلالها صنوفا من القهر والتسلط وضنك العيش. أمتلك هذه المزرعة التي تبلغ عدد نخلها حوالي 400 نخلة وفسيلة، وعندما جاءوا الميليشيات الحوثية وسكنوا فيها ودمروها وقاموا بقصف أشجار النخيل ورمي أشجار النخيل والفسائل بالرصاص. منطقة وادي ريمان من مديرية الدراهمي أحدى تلك المناطق التي وصلت إليها الميليشيات بهذا الوادي الشهير الذي يحتوي على أكثر من مليون نخلة، أضف إلى ذلك مساحات أخرى منه تتخللها محاصيل زراعية أخرى، والذي عانى المزارعون تسلط الميليشيات وبطشها فمنعت غالبيتهم من الوصول إلى مزارعهم واتخذت منها ثكنات عسكرية وملأتها بالأسلحة والذخائر وصارت مواقع تتواجد فيها أفراد الميليشيات. كنت من أول المتضررين، كان أمتلك أكثر من 200 نخلة صباح أمتلك ولا حاجة، فقير مين بحقي. سبب المواجهات والاشتباكات بين الميليشيات الإرهابية والقوات الشرعية والقوات المشتركة، كان سبب التواجد الميليشيات في المزارع النخيل كان تلف المزارعين. أنا وغيري كم من مزارعين يعني أصبحوا فقراء من عند أرضهم ونخلهم. وعند انطلاق عملية التحرير لمدينة الحديدة التي أطلقتها القوات المشتركة بمديرية الدريهمي وتحرير المناطق الغربية والجنوبية والتي تشمل وادي ريمان ووادي النخيل، والآن نناشد الجهات المعنية والسلطات المحلية والمنظمات المانحة بمساعدتنا لكي يتسنى لنا إعادة زراعة الأرضية وزراعة فسائل النخيل وما تحتاج إليه لكي يتسنى لنا العيش الكريم. كانت الميليشيات الحوثية كعادتها قبل دحرها من المناطق التي توجد بها تعمل على زراعة الألغام بشكل عشوائي بتلك المناطق، وكان النصيب الأكبر للمزارع التي توجد بمنطقة وادي ريمان، الأمر الذي تسبب في حصاد الكثير من أرواح المواطنين ومواشيهم وتعطل الحياة بها، إلى أن قامت القوات المشتركة عن طريق اللجان التابعة لها والمتخصصة لنزع الألغام بمسح أغلب الأمكنة والمزارع من الألغام، فتمكن المزارعون بعدها من العودة إلى مزارعهم واستئناف العمل والزراعة فيها.